بهالفيديو رح تعرف كيف تطلع البينج تبعك في الجيم، وراح اعطيكم نصيحه لتلعبوا بدون لاج بلعبه ايباكس ليجند. طيب مثل ما نعرف ما في اي طريقه تعرف فيها البينج تبعك بلعبه ايباكس ليجند للاسف. بالاوبشن دورت بكل مكان، ما في اي طريقه تعرف كم البينج تبعك في الجيم. هذا الشيء صراحه جدا سيء، كل العاب الشوتر فيها الخيار الا هاللعبه، اظن راح يضيفوها بابديت قادم، بس المفروض بدايه اللعبه تنزل ومعها هذا الخيار. المهم لقيت اسهل طريقه لما تفوت جيم تعرف من بدايه الجيم من اول شيء انه هذا الجيم البينج فيه كويس او لا. ممكن في كتير طرق، ممكن تاخذ سلاح تطخ على واحد تعمل ريلود، في كتير طرق، بس هي اسهل طريقه تعطيك بالضبط كيف البينج تبعك بالجيم، هل هو كويس متوسط او سيء. والطريقة هي عن طريق خبط الباب. لما تفوت اي جيم فينك تفتح الباب بشكل عادي اللي هو بالبلاي ستيشن اضغط مربع وتفتحه، وفينك تضغط عليه دائرة وتخبط الباب بالبلاي ستيشن. اظن على الكيبورد والاكس بوكس نفس الشيء. فمثل ما شايفين هلا قدامكم هذا الجيم البينج فيه اقل من 100، خبطت الباب بنفس الثانية بالضبط عم يفتح معي، مرة ثانية راح اكسره بنفس الثانية بنكسر. هذا الجيم البينج فيه 120 تقريبا، انتم شايفين عم يفتح بس مو بنفس الثانيه بالضبط، ثانيه ونص تقريبا، يعتبر كمان كويس. هذا الجيم البينج فيه فوق ال 150، انتم شايفين مجرد ما ضغط مربع بنزل رجلي بعدين بنكسر الباب. ايه شباب، هاي افضل طريقه لما تبدا الجيم، بدايه الجيم شوف كيف البينج تبعك. اذا كان بينج عندك نفس اول شيء انتبه على الجيم، يعني ما تتهور لهذا الجيم، نادرا ما يجي. اذا نفس ثاني شيء جيم طبيعي كمل عليه. اذا كان نفس ثالث شيء هو فوق 150 نصيحه لا تكمل الجيم، لانه راح يرفع ضغطك الجيم، راح الدمج يكون سيء، الايم اخذ الاشياء كل شيء راح يكون سيء بالجيم. طيب الحين هالطريقة اللي راح اورجيكم اياها حاليا اظن معظمكم يعرفها، بس راح اشرحها عشان بعض الناس ما يعرفوها، اللي هي انك تحدد السيرفر قبل لا تدخل الجيم. طيب الطريقة باختصار انه اول ما تفوت اللعبة على القائمة لازم تستنى دقيقة كاملة، بعد الدقيقة اضغط زر الاوبشن اللي هو تحت موجود على اليسار وسكره، بعدين راح تنفتح لك قائمة جديدة. هالقائمة بتورجيك فيها كل السيرفرات، يعني بس تبدأ اللعبة لا تضغط اكس، استنى دقيقة كاملة مثل ما شايفين، بعدين اضغط اوبشن وسكر الاوبشن، بعدين راح يطلع لك خيار تحت يطلع لك كل السيرفرات. فمثل ما شايفين هلا استنيت دقيقة ضغطت الاوبشن سكرته، طلع لي تحت انه اضغط R3 وراح يفتح لي صفحة السيرفرات. طبعا انت كل عليك تسويه بس تفتح هون تدور على اقل بينج وتختاره. فمثل ما شايفين انا عندي اقل بينج هو بينج سنغافورة 110، احيانا يكون عندي 80، احيانا يكون عندي 70، بس مشكلة بينج سنغافورة انه 3 ايام يطلع لك بينج تعبان، جيم واحد يطلع لك بينج كويس. اول محاولة اللي ورجيتكم اياها لما كان البينج عندي خرافي اقل من 100 هذا كان بينج سنغافورة، بس مثل قلت لكم جيم من 5 ايام لا يطلع فيه البينج كويس، فمو بس سنغافورة كل سيرفرات اسيا بهالشكل. بعدين في سيرفرات اوروبا، بالسعودية اظن افضل شيء عندكم لندن او بلجيم، انتم شايفين اللي عندي 129 134 هدول بلجيم، وانا حاليا قاعد العب على سيرفرات بلجيم اللي هو بينج 130، لانه دائما هيطلع لي البينج 130 120، بينما سيرفرات سنغافورة 3 ايام البينج فوق ال 150 وجيم واحد البينج اقل من 100. باختصار الموضوع وين ما كنت عايش، بالسعودية بالامارات بالكويت بالعراق، كل عليك تسويه انك بس تبدا الجيم افتح القائمة واختار اقل بينج عندك اياه. بس تذكر انه لو كان اقل بينج عندك اياه بدول اسيا اللي هي سنغافورة او غيرها ما راح يكون ستيبل، ما راح يكون دائما نفس الشيء. فلو عندك بينج اوروبا اي دولة من دول اوروبا يكون اعلى منه بشوي اختاره افضل. بس جدا مهم انك تساوي هالحركه، لانه بدونه لو دخلت بشكل اوتوماتيكي خليت اللعبه هي تحدد لك سيرفر راح يدخلك بسيرفر جدا جدا سيء. متذكرين اول فيديوهات اللي ورجيتكم اياها من شوي، اول جيم لما كان البينج خرافي هذا كان جيم سنغافوره اللي هو جيم من 4 ايام طالع البينج خرافي،
تاني جيم كان البينج اللي هو بلجيكا، وثالث جيم البينج جدا سيء. هذا كان انا خليت اللعبة هي تختار لي، ما سويت الحركة ودخلت على طول. فالمهم انكم تسووها وتختاروا اقل سيرفر، سواء سيرفرات اسيا، بس قلت لكم لازم تجربوا بداية الجيم اذا اعطاكم كويس او لا، او من سيرفرات اوروبا. يا شباب اتمنى يكون فاتكم الفيديو، اتمنى شباب تنشروا هالفيديو لاصحابكم الناس اللي يلعبوا لعبة ايباكس ليجند، لانه اسوأ شيء نحن نعاني منه العرب للأسف هو اللاج. ما في اي شيء يخلي لعبك سيء نفس اللاج، مهما كنت محترف اذا كان عندك لاج راح تخسر قدام تقريبا اي واحد يطلع بوجهك. فاتمنى تدعم الفيديو بزر اللايك، هذا الشيء راح يساعد على نشره وبس. كان معكم الشركيه بشركه كيش كوم، فيديوهات تانية ان شاء الله، مع السلامه.